صدق او لا تصدق طقم. شوف شوف الكرسي بروحه، والله لو رحت اي مكان بيقول لك هذا الكرسي بألف. تخيل، 1، 2، 3، و4 طقم حفر يدوي قماش مع الكوشنات مع كل شيء. تخيلوا سعره كم؟ 650 درهم. 650 درهم، صدقون انتو 650، يعني كم بالدولار؟ تخيلوا بالدولار، خل اعطيك بالدولار بما ان عندنا ناس من خارج الدولة. وين صارت الآلة الحاسبة؟ الآلة الحاسبة. 650 × 3.68، 176 دولار طقم. 176 دولار، تخيلين انتو 176 دولار مخمل. ها القماش، القماش بروحه مش اقل من 600 درهم. سعر الاصلي 13-14 ألف، 15 ألف تقريبا الاصلي. ها اليوم ب 650 درهم، الحق ما تلحق. وين المكان؟ في هوملاند في راس الخيمه.